Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, selanjutnya kami panggil Kori dengan nomor peserta SB.308 untuk menuju mimbar tilawah. Peserta dengan nomor SB.308 akan membacakan surah Yunus halaman 215 dimulai ayat 61 dan seterusnya. Peserta dengan nomor SB.308 akan membacakan surah Yunus halaman 215 dimulai ayat 61 dan seterusnya. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من
أكبر. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء صدق الله.